السلام عليكم، تحية لجميع الناس والمغاربة، والله يحفظ المغاربة كاملين يا ربي، سهل عليهم وكل شيء يخدم وكل شيء سهل. يلا انا نهضروا على الدعم ديال الفنانين. انا عندي واحد تساؤل، اولا الله يسهل على كل شخص، بغيت غير نعرف علاش كدعموا هاد الفنانين، عطوني شي حاجة باش كيفيدني انا واحد تيغني. الغناء حرام بتاتا، انا باش كيفيدني واحد تيغني، فهمونا اش بنوصل لكم. انا سؤال بسيط ولا يهين اي شخص، الغناء باش غيفيدني انا، يعني الدعم الفنانين عدم العاقة، ديما خدامين في الكاباريات وكله فاش خدام، ولكن اللي محتاج هو الناس اللي ملقاوش ميوكلوا ولادهم. اعطيوهم، نتوما عاطين 8 مليون لهذوك الناس، عطيو غير 1000 درهم اسره فقيره في الشهر، حنا محتاج منك هو غير 3000 درهم في 3 شهر، عطي 1000 درهم عمي ياكل، ما دويناش على الماء والضوء والكرا وهاد، عمي ياكل. هادي هي ابسط الاشياء. انا كمغربي تنقولها، انا اتبرع من الغناء، وانا ما كيساعدنيش انني انا نشجع الغناء، لحقاش الغناء حرام، وحتى المكسب ديالهم الفلوس اللي كياخذوا حتى هما حرام، يعني الفلوس اللي كياخذوا هاد الناس ديال الفنانين راه حرام، حيت الغناء حرام، وكذبوني هادي وقولوا انا تنقول ما تنقولش حاجه ما كايناش. لذلك راجعوا الاوراق ديالكم. وبالنسبه للفنانين الاخرين هادو كيدويو، علاش يدويو على حقهم؟ حتى ما بغاو يستافدوا. حنا متضررين وما الشعب هو المتضرر، واولى بهاد التبرعات اولى هاد الدعم هما الناس اللي في الجبل، هما الناس اللي كاريين بيت، هما الناس اللي مراض، هما الناس اللي ما بقاوش يديروا عمليات، هما الناس. شي ناس كيقول لك الاطباء حتى هما يستحقوا الدعم كثر، لا راه مكحلين، الله يسهل عليهم، الله يسهل على كل واحد. راه اللي متضرر هو الشعب، والشعب الفقير اللي طايح للارض. 50% ديال المغاربه لاباس عليهم، وعلاش ما نقولوش 60%؟ وباقي هذيك 40% راه كاش يعيش المعاناه، راه كاين عباد الله اللي ما لقاش حتى شي ما يفطر ما ياكل، بنادم حنصرف الماكله ديالو. هذا هو اللي كاين، والله يدير شي شاوي ديال الخير. جمعه مباركه ديال اليوم الاخوان، الله يسهل على كل شيء، والله يسهل عليكم كاملين، والله يحفظكم.